السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وشرح جديد في برنامج الاس بي اس اس. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل هيستوجرام. في الاول كده بنستخدمه في ايه الهيستوجرام؟ الهيستوجرام بنستخدمه عشان نعرض وان نيوميريك فاريبل. يبقى بنستخدمه عشان نعرض وان نيوميريك فاريبل. ازاي نعمل الهيستوجرام؟ اول حاجة ندخل على جرافس وبعد كده شارت بيلدر تمام، وهنختار هيستوجرام. بس نخليها ريست في الاول وهنختار هيستوجرام تمام، وناخد السم دي تمام. وبعد كده مثلا هو نيوميريك فاريبل، فعندي الويت، فهحط الويت على الاكس اكسس، الويت هحطه على الاكس اكسس تمام، وهدوس اوكي. اهو الهيستوجرام بتاعنا تمام. ممكن اغير شكل الهيستوجرام عن طريق ان انا اضغط دبل كليك تمام، وبعد كده هيجي لي هنا، ده هنا تغيير اللون بتاعه تمام، وهنا تغيير السايز والهايت بتاعه تمام. عندي هنا في البيلينج ممكن اغير بيه شكل الهيستوجرام تمام، عن طريق ان انا اتحكم في عدد الاعمده. هاجي هنا عند كوستوم واختار نمبر اوف انترفالز، واخليها على سبيل المثال 15. ندوس ابلاي، نلاحظ ان شكل الاعمده اتغير تاني. نجرب تاني مثلا، خليها 80. ابلاي، شكل الاعمده اتغير تاني تمام. دي الطريقه اللي بنغير بيها شكل الاعمده في الايه، في الهيستو جرام. طيب في طريقه تانيه علشان نعمل بيها الهيستو جرام؟ في طريقه تانيه. ازاي بقى؟ نيجي عند انالايز وديسكريبتيف ستاتستكس واكسبلور. انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس واكسبلور، وبعد كده طبعا نرجع للست بتاعتها، وبعد كده هندخل الويت في الديبندنت ليست وهنشوف البروتس. البروتس هنضغط على البروتس، هنختار هيستوجرام تمام، وانا مش عايز اعمل بوكس بلوت فاختارها نون وهدوس كونتينيو تمام، واضغط على ايه بوس ماشي اوكي. هنا عندي ديسكريبتيفز تمام، وبعد كده الهيستوجرام بتاعنا اهو. طيب مثلا انا عايز اعمل الويت لكل الايه، للسنوات الدراسيه من فيرست سكند ثيرد فورث وفيفث. اعملها ازاي؟ انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس واكسبلور تمام، هرجع للريسيت بتاعه. الويت هتحط في الديبندنت ليست، واليرز هتحط في الفاكتور ليست، ونشوف البلوتس هتبقى هيستوجرام. وهنخش الستيم اند ليف تمام، واخليها نون، انا مش عايز بوكس بلودز، وادوس كونتينيو تمام. وبعد كده هضغط على اوكي. هنا الديسكريبتيف بتاعتنا بتاعت الفيرست والسكند والثيرد والفورث والفيفث. هنا الهيستوجرام بتاع الفيرست اير، هنا الهيستوجرام بتاع السكند اير، هنا الهيستوجرام بتاع الثيرد اير، وهنا الهيستوجرام بتاع الفورث اير، وهنا الهيستوجرام بتاع الفيفث اير تمام. شكرا.